سي نجيب، في اخر تسريحاتك تحكي عن الاتحاد من اجل تونس، قلت اللي هي نوع من الماكينه المعطله، الماشين اون بان. علاش يعني الاتحاد من اجل تونس؟ كيفاش نجم تقيمونا اليوم؟ مش كلمتي انا، نقول اكثر. شكون تقول انت؟ نقولها بعد. اما الكلمه هذه نتاع قائد من قاده المسار قال بانها ماشين اون بان وماهيش موجوده وعمرها ولا توجد الى اخره. احنا الكلام هذا قلناه قبل، قلناه 6 أشهر قبل. التحالف هذا تبنى على سوء تفاهم. احنا حابين نعيد التوازن المشهد السياسي بتجميع الناس. الشيء هذا وقع ظاهريا، لكن في الواقع وقع لفائدة طرف دون أطراف. وهالطرف على قد ما كبر، تحكي على نداء تونس، على نداء تونس، على قد ما كبر، على قد ما هاجس الجبهة الانتخابية يذوب، ثم رأيه ما يشاور في حد. هذه كلمة مش كلمتي، رأيه في الأمور الوطنية ما يشاور حد. فسياساته ما كانتش دائما تتفق مع سياساتنا. احنا صراعنا مع الترويكا ومع النهضة كان دائما يحط النفس وسقف هو الوصول إلى توافق يخدم تونس، ما نحبوش ننحرفوا إلى التطاحن. أنا ما نقولش أن النداء كان يحب التطاحن، لكن كان في التصعيد اللي احنا ما كناش نمشي فيه للدرجة اللي يمشي فيه، كانت بعد دي مفاهمات أخرى. احنا السياسة هذه مش سياستنا، فبالتالي اخترنا باش نعملوا على أنفسنا، نطرحوا رؤانا السياسية ونستعد للانتخابات. بلغة السياسة كانت تسمح لي سي نجيب، نداء تونس خدم بالجمهور، يعني بين ظفرين خدم بيكم و... شو أقول لك؟ أنت قلت. أي أنا قلت. أنت قلت. وأنت تأكد هذا؟ أنا الآن كيف نشوف كيفاش انطلق نداء تونس وش ولا، نقول أن الديمقراطيين اللي دخلوا فيه أو اللي تحالفوا معاه ربما ما لقاوش نفسهم في منتهى هذا التطور. اكتفي بهذا القدر. انا باش نفاو يعني النقطه هذه، هل المشكل في نداء تونس ام في الجمهوري؟ والله حسب رايي لا هو هنا ولا هو غادي. نداء تونس عمليه طبيعيه، معناها حزب تطور بالاعتماد على كوادر الغالبيه الساحقه نتاعها حوالي 85% حسب مصدر داخلي في نداء تونس جايين من الحزب الدستوري القديم من التجمع. والآن شكل ثقل انتخابي يطمح به باش يحكم أو يقتسم الحكم مع أطراف أخرى. هذا مسار طبيعي ومحترم. في نفس الوقت الأحزاب اللي ما تلقاش نفسها في هذا التطور، احنا مثلا ماناش ضد الدستوريين، مع حقهم المطلق في العمل السياسي كيفنا كيفهم، لكن يا هل ترى مشروعهم هو مشروعنا، برنامجهم هو برنامجنا؟ لا،